مرحبا أصدقائي، رجعنا لكم بالجزء الثالث من امتحان السياسة أو الجنسية الألمانية. وقفنا بالسؤال 20، راح نكمل معكم هلا. سؤال 21: Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland؟ ما هو الشعار؟ Welches ist das Wappen؟ ما هو الشعار؟ جمهورية الألمانية الاتحادية. هو الجواب الأول وحدة وين؟ الشعار النسر. جواب A، هاي النسر. نروح على السؤال 22: Was für eine Staatsform hat Deutschland؟ ما هو نوع الحكم في ألمانيا؟ جواب C، ريبوبليك، الجمهوري. جمهوري، حكم ألمانيا هي جمهوري. سؤال 23: In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen. Erwerbstätigen يعني القوة العاملة في ألمانيا، يكون معظم القوة العاملة. الجواب A، bei einer Firma oder Behörde beschäftige، موظفين في شركة أو دوائر حكومية. يعني معظم القوة العاملة في ألمانيا هي معظم يعني الشركات الخاصة أو دوائر الحكومية. سؤال 24: Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland؟ في فيلة، ما هو العدد بوندس ليندا المقاطعات في جمهورية ألمانية الاتحادية؟ يعني كم عدد المقاطعات موجودة في جمهورية ألمانية الاتحادية؟ جواب س، 16. 16 مقاطعة موجودة هون في ألمانيا. سؤال 25: Was ist kein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland؟ ما هي المقاطعات التي ليست ضمن جمهورية الألمانية الاتحادية؟ ما هي المقاطعات التي ليست ضمن جمهورية الألمانية الاتحادية؟ الجواب ب، إلساس لوترينجن. إلساس لوترينجن هاي المقاطعة ما يضمن الجمهورية الألمانية الاتحادية. سؤال 26: Deutschland ist ألمانيا هي؟ جواب ب، ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. ein demokratischer يعني الديمقراطية und soziale اجتماعية Bundesstaat، فيدرالية ديمقراطية اجتماعية. سؤال 27: Deutschland ist ألمانيا هي؟ ein Bundesstaat، الدولة، دولة فيدرالية. إذا جواب ب، ein Bundesstaat. سؤال 28: Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundesstaat؟ Abgeordneten، أعضاء البرلمان. من الذي يختار أعضاء البرلمان في ألمانيا؟ الجواب C، das wahlberechtigte Volk. das wahlberechtigte
فولك يعني الشعب، الشعب الذي يحق لهم التصويت. سؤال 29، Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland؟ ما هو الحيوان أو الطائر الذي يستخدم كشعار الجمهورية الألمانية؟ الجواب ب أدلة، النسر. إذن النسر الذي يستخدمون كشعار جمهورية ألمانيا. سؤال 30 والأخير، Was ist kein Merkmal unserer Demokratie? Was ist kein Merkmal unserer Demokratie? Merkmal يعني بتجي مثل إنه شيء، إنه علامة، مثل علامة يعني. ما هو الذي لا يعتبر علامة على الديمقراطية؟ الجواب هو ب بريسن سنزوا، مراقبة الصحافة، يعني مراقبة الصحافة اللي مو موجود هون بألمانيا. وهون بكون أصدقائي خلصنا الجزء الثالث من أسئلة امتحان السياسة أو الجنسية الألمانية، وما تنسونا باللايك والاشتراك لحتى نكمل معكم من الجزء الرابع من سؤال 31 لل 40. بشوفكم خير، إلى اللقاء.